الخير على كل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020. الحلقه النهارده تعتبر رابع حلقه رشيقه قصيره الزمن من اجل الاستمتاع بصلوات تسبحه كيحك، بس بنحاول نقدم لحضراتكم مجموعه من الاخبار، بالاضافه لان هيكون معانا ضيف مهم النهارده وهو المحامي الاستاذ عصام شيحه رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، وهيكلمنا عن الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه وحقوق الانسان. العالم كان بيحتفل من عده ايام باليوم العالمي لحقوق الانسان، مصر شاركت في هذا الاحتفال، مصر قطعت خطوات واشواط كثيره ليعيش الإنسان المصري حياة أفضل. الحق الرئيسي في حقوق الإنسان ولا حق يعلو عليه هو حق الحياة، ولكي تؤمن للمواطن حياة لابد أن تكون هذه الحياة كريمة، ومن أجل الوصول لهذا الهدف لابد أن تؤمن له سكنا كريما، تعليما جيدا له ولأولاده، صحة جيدة بمشروع شامل للتأمين الصحي، بالإضافة لعدة حقوق أخرى هنناقشها كلها مع ضيفنا الكريم النهاردة الأستاذ عصام شيحة. يلا بينا بسرعة نروح لتفاصيل الأخبار.